السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم مروان من قناة الطبخ احلى مع نغم. لو اول مرة تشوفونا، القناة بتاعتي بتقدم محتوى طبخ وتحديات وشغل اونلاين، بيع تورت وجاتوهات. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة البانيه بطريقة سهلة وبسيطة. مكوناته سهلة وان شاء الله الطعم بتاعها هيعجبكم. ياريت لو كملتوا الفيديو للنهاية او جربتوا الطريقه دي تقولوا لي عليها في الكومنتات ان كانت عجبتكم ولا لا. يلا مع بعض نشوف الطريقه ازاي ونشوف المكونات ايه. انا كان معايا هنا فرخه ونص كان صدرين باقيين من الاستريبس والبروست اللي كنا بنعمله المره اللي فاتت. الفرخه هنا ده ناحيه من الصدر، وعملت هنا الوركين على الانصاص، وهنا كبر القنص بتاع الفرختين. وخدت هنا ناحية من الصدر اللي هي الصدر الصغير ده، الناحية التانية بتاع الصدر ده، وكان عندي هنا الصدر ده، يعني ده صدر قطعتين. فهنعملهم مع بعض بانيه مرة تانية، وهنعمل مع بعض دلوقتي صينية فراخ بالبطاطس ببقية الفرخة. ده حوالي فرخة الا ربع مع الحتة اللي هي بتاعت القفص بتاع الفرخة اللي هي بتاعت المرة اللي فاتت. هنشوف مع بعض هنظبط الدنيا نعمل ايه. يعني احنا بنمسك الصدر وبنضغط عليه بايدنا كده، لازم نضغط عليه الضغط ده علشان نحس بمشية السكينة تحت ايدنا، عشان الطبقة تطلع متساوية يعني تخانة واحدة. الصدر ده ما شاء الله الفرخة كانت 3 كيلو، فهنقطع الصدر ممكن 4 حتات. يعني انا هقطع الصدر دلوقتي 4 حتات. الحتة اللي طلعت الاول دي هتتحسب برضو قطعة. تخانة الصدر هي اللي بتساعدك تعملي البانيه عدد كويس، وفي نفس الوقت التخانة بتطلع قطعة التخانة بتاعتها تبقى كويسة. القطعة دي كده تخانتها مناسبة. عايزة هتدقيها هترفع شوية عن كده، والوسع بتاعت القطعة هتوسع شوية عن كده. انا كنت الحقيقة هدقها، بس رجعت تاني في كلامي وقلت اسيبها بالتخانة بتاعتها كده علشان اللي يجي ياكل يبقى حاسس بطعم الفراخ. يعني تقطعها كده، شايفين هنا لما كنت بوريكوا التخانة بتاعتها ما شاء الله جميلة اهي. الصدر ده عمل 4، الكمية دي بعد ما قطعتها ده شكلها في النهاية. كان عندي صدر كامل وعندي ربع فرخة صدر برضو، يعني 3 صدور هتحطهم الكمية دي. دي العرق اللي هو اللي بيبقى تقريبا اسمه عرق فليت، برضو زي اللحمة كده اللي بيبقى في الصدر من جوه، بيبقى مقفول على بعضه كده. وانا فتحته وعمل برضو قطعة. طبعا لو عايزة تدقيها بقى بتدقيها في الفترة دي قبل ما بتحطها في التتبيلة، بتدقها بقى بالشاكوش، بتدقها بأي حاجة عندك بإيد الهون. هنعمل مع بعض بقى التتبيلة مع بعض وهنشوفها، وان شاء الله تعجبكم. لو جربتوها قولولي في الكومنتات. عشان تاخدي افضل نتيجة في الطعم لازم تبعتي الفراخ في التتبيلة على الاقل يوم او يومين. انا هسيبها يومين، لو ما عندكش وقت يبقى 4 ساعات. هنقول التتبيلة بتاعتنا، التتبيلة بتاعتنا 2 قرن فلفل، حوالي 4 أو 5 فصوص ثوم، بس علشان البهارات بتاعتنا المفروض يبقى فيها ثوم بودر وبصل بودر، وانا مش موجودة عندي حاليا، زودت الثوم شوية فخليتهم 10 فصوص ثوم. وعندنا هنا عصرة ليمونة وبصلتين برضو متقطعين وطماطميتين. عايزة تخلي التتبيلة بتاعتك حارة، زودي هنا قرن شطة براحتك، يعني حرية اختياري. عندي هنا ورق لورا، عندي معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة ملح. الملح ده مبحر عندي، يعني فيه اللي هو جميع البهارات يعني كلها على بعضها على الملح. معلقة صغيرة. حطيت هنا نص معلقة جنزبيل. الفلفل الأسمر المفروض يبقى نص معلقة أو حسب الكمية بتاع الفراخ اللي عندك. الحقيقة أنا مكانش عندي غير هي الشوية الصغيرين خالص دول، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، ويعني اقل من ربع المعلقة الصغيرة هي المطحون او حبهان مطحون، معلقة صغيرة كاري،
واي حاجه بحط فيها كاري لازم احط عليها الذره الصغيره اللي هي بتاعه بودره الزعفران دي. وعندي معلقه هنا كاري كركم وكاري، وعندي هنا مرق الدجاج، وعندي كوبايه زبادي، وعندي هنا معلقتين خل. هحطهم كلهم على بعض في الخلاط وهنضربهم. ده شكلهم بعد ما حطيتهم في الخلاط. نسيت اقول لكم على نص كوبايه الميه، ده نص مج ميه هو هحطه بس عشان يساعد الخلاط ان هو يتدرب. هضربهم بقى وارجع لكم. انا ضفت هنا معلقه صغيره، ربع نص معلقه صغيره شطه عشان كنت عايزاها حاره، حاجه بسيط. هنزل بقى عليها بالبانيه اللي مقطعينه مع بعض. انا حطيت هنا كده البانيه اهو زي ما انتم شايفين، وهنا الورق اللورا انا مضربتهوش في الخلاط، سيبوه بس كده على اساس ان هو لما نيجي نطلعه يبقى صحيح كده نبقى شايفينه. بتستاب 4 5 ساعات ويستحسن ان انت تبيتيها، فانا هبيتها في التلاجة وان شاء الله لما نيجي نقليها مع بعض هرجع لكم. التتبيله هي هنقسمها بقى ازاي. هنا بقيت دي اللي كان باقي منه الفيديو اللي فات اللي كنت عامله فيه الفراخ الكنتاكي دي، بقيت الدقيق، وعملت هنا بطين، وعملت هنا الفيجيتار. الفيجيتار ده اللي انا بستخدمه اهو. هيبقى الترتيب ازاي بقى، هنطلع من ال من من الخلطه على الدقيق، ومن الدقيق على البيض، ومن البيض على الفيجيتار على طول زي ما انتم شايفين كده. بنطلع القطعه كده، ولازم نهزها جامد كده عشان كل الخلطه اللي عليها تنزل. هي كده كده الطعم بتاعها خلاص عاد فيها. بننزلها في الدقيق كده ونضغط عليها. في الفراخ البانيه لازم نضغط كده عشان الطبقه تلزق فيها. مستنيه واحده بس اجيب معلقه اضغط بيها عشان ايدي ماسكه بقى التليفون، عشان بعمل بايد وبصور بايدي التانيه. اضغط بيها كده واشتغلها، انزلها في البيض. انزل بقى في البيض كده، اقلبها برضو على الجنبين، وانزل بها بعد البيض بنزل بها على الفيجيتار على طول. اطلعها من البيض كده بالشوكه واحاول اصفيها كويس. معلش على التصوير بقى لان انا بصور بايد واحده. نزل البيض اللي فيها كله كده، الزياده ده كله. انزل بها على الفيجيتور، اضغط برضو كده بالشوكة. انا هسيب دي للبيض واجيب واحدة تانية كمان للفيجيتور زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو انت عندك الستاند بتصوري بيه بتحاولي تخلي ايد للحاجة اللي هي السوائل دي، وايد للحاجة اللي هي البودر ده، عشان ايدك ما تلمش من ده على ده يعني، وتبقى عامله زي العجينه في ايدك كده. بتغطى عليها جامد كده عشان الطبقه تلزق كويس. طبعا لو انت عايزه تدقيها، انا كنت بقولها دقيها الاول، لو انت عايزه تدقيها بتدقيها قبل ما بتحطها في التتبيله اصلا. عايزه ترجعها في البيض تاني او في التتبيله وتنزليها في الدقيق او في الفيجيتار تاني براحتك، بس انا بفضل انها تبقى طبقه واحده بس عشان ما تبقاش طبقه سميكه على الفراخ يعني. بس زي ما انتم شايفين كده، انا بحب احطها في الفريزر 3 4 ساعات عشان تتلج قبل ما اقليها، عشان ابقى محافظه على الكفر بتاعها. او لو انت عندك وقت ممكن تحطها في الفريزر لتاني يوم. انا هسيبها في الفريزر لتاني يوم لان مش محتاجه اعملها النهارده. هقول لكم انا بحطها ازاي دلوقتي. بجيب ورق فويل، طبق فويل زي ده كده، بقطع كيس الثلاجه بتاع السندوتشات، بحط قطعه الفراخ
ولازم بين كل قطعة والتانية بحط كيس كده علشان ما تيجي تطلعها تبقى سهلة في الطلوع. هكمل باقي الكمية بقى وارجع لكم. كده البناء حطيته هو متلج، نزلته على زيت سخن جدا، وبعد كده وطيت عليها النار خالص وياخد الصدمة الأولانية كده عشان الكفر اللي بره ما يفكش، وبعد كده وطيت عليه خالص على أساس إن اللحمة تستوي من جوه، الفراخ تستوي من جوه. وقبل ما اطلع عليها علي عليها النار برضه عشان يرجع يقرمش تاني زي الاول، لان انت لما بتوطي عليه القرمشه اللي بيبقى خدها والصدمه الاولانيه دي بتطرى، فانت عشان تطلعيه كريسب بقى بتقوم معليه عليه تاني قبل ما بتطلعيه. انا قدمت معاها كده المكرونه، انا ما عملتش المكرونه معاكم لان عملتها قبل كده في كذا فيديو، هقولها على السريع كده برضو. انت بتحمر بصلايه او ممكن في ناس بتعملها بفص توم بس، وتحط عليها الطماطم المتسبكه او الطماطم المضروبه في الخلاط، ولما بتتسبك بتكون المكرونه اتسلقت بقى وبتضيفيها عليه، بتضيفي عليها بهارات ملح وفلفل اسمر، ممكن تضيفي عليها بهارات لحمه زي ما انا حاطه النهارده، بتدي تيست جامد جدا. يا ريت لو وصلتوا معانا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.